سولف معانا ناخد ونعطي، واللي جمعنا عالهوى احلى كلام. سوالفنا جميلة فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دايما فكرة جديدة على الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبنا شتى النعم وأنار في نفوسنا مشاعل العزائم والهمم، والصلاة والسلام على خير البرية وسيد البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام المستمعين دائما وأبدا إلى أثير إذاعة سلطنة عمان في هذا الوطن الغالي، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة وفي حلقة جديدة أخرى من برنامجكم اليومي سولف معانا. اليوم الخميس، طبعا نهاية الأسبوع، نتمنى بمشيئة الله تعالى كل من الآن متوجه إلى طبعا البلد إلى أي وجهة، نتمنى إن شاء الله تعالى كذا دروب السلامة والسهالة والسعادة للجميع، ويقضوا كذا أوقات ممتعة في هذه المساحة لمدة ساعة كاملة على الهواء معنا، يقضوا دائما أمتع الأوقات وأجملها، ومع استفادة جميلة نخرج بها جميعا من برنامجنا سولف معنا. حياكم مستمعينا من جديد في حلقة جديدة، ومثل ما ذكر زميلي سيف اليوم الخميس والناس كلها طالعة البلد، نتمنى لكم يا رب دروب السلامة، معكم من الواحدة وحتى الثانية ظهرا بمشيئة الله تعالى. نذكركم بطاقم العمل إيمان الحسنية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، وكل التحية للمخرج سلطان المعمري ومساعد المخرج مروان السعيدي، والتحية أيضا إلى مخرجنا الدائم سيف الجرداني اللي نتمنى له إن شاء الله تعالى إجازة سعيدة ودروب السلامة والسعادة أيضا لسيف في وجهته طبعا لليوم. احنا إن شاء الله تعالى راح نكون معاكم حتى تمام الثاني ظهرا، ودائما في وطن الغالي كونوا سعداء، كونوا مبسوطين، كونوا كذا دائما حياتكم مفعمة بالتفاؤل والأمل وروح أيضا السعادة. نارت شموع الفرح في كل دار.
نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى أغنية وطنية جميلة قبل الفاصل. حلوة عمان يا بلادي الغالية يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا الوطن الغالي، وأيضا يعني يرجع لنا قائد هذا الوطن وباني النهضة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، يرجع إلى أرض الوطن بالصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين، من مسندم الخير ومرورا بمسقط العامر إلى هناك ظفار المجد. كلنا أن نوحد الدعاء، كلنا دائما نترجى وبشوق وبلهفة رجوع عودة قائدنا المفدى ولي هذا الوطن. عموما احنا في برنامج سولف معانا مستمعين الأحبة متواصلين ومستمرين أيضا إن شاء الله تعالى إلى تمام الثانية ظهرا، واليوم موضوعنا يا غادة أكيد موضوع خفيف وجميل على نهاية الأسبوع، إن شاء الله تعالى الجميع يقضي أوقات ممتعة معانا. موضوع اليوم أعزائي المستمعين، كيف تستقبل إجازتك الأسبوعية؟ هل تحمل إليها أعباء الأسبوع؟ أم تجدد فيها نشاطك وحيويتك؟ نستقبل كل مشاركاتكم ومداخلاتكم أعزائي المستمعين، وتخبرونا كذا تفاصيل إجازتكم الأسبوعية وشو مخططين لها على عبر الأرقام التواصل اللي ذكرت قبل قليل في الفلاشة، أيضا الرسائل النصية القصيرة على 90484، ولا ننسى صفحتنا التفاعلية في التويتر عبر هاشتاغ سولف معانا. إذن إن شاء الله تعالى مستمرين معكم مستمعين الأحبة، والإجازة الأسبوعية كذا، ونحن اليوم خلاص يعني نهاية الأسبوع والإجازة تبتدي، فأكيد هناك البعض الكثيرين يعني مخططين مسبقا لهذه الإجازة كيف يقضوا كل لحظاتهم كل أوقاتهم في هذه الإجازة، ولكن البعض الآخر لربما يغادى يعني بعشوائية أيا كان، إذا صار والله طلعة رحلة جلوس في البيت يعني فقط على حسب بالأوضاع اللي تصير والأجواء، ولكن احنا اليوم راح نخصص موضوعنا لكل مستمعين عن هذا الموضوع، الإجازة الأسبوعية مستمعينا الأحبة كيف تقضوها؟ هل تخططوا لها؟ هل فيها يعني تستغلوها كفرصة تستثمر لطبعا قضاها بأوقات ممتعة وأيضا تجديد للنشاط والحيوية، كل هذا وغيره يا غادة راح نتعرف إن شاء الله تعالى من خلال مشاركينا. هني
نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى سوالف نلتقي فيها رباعة سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية على الهواء سولف معنا. عودة لكم مستمعينا، الكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان على التردد 94.4، ومستمرين معكم أعزائي المستمعين وحتى ثانية ظهرا. موضوع اليوم مثل ما ذكر زميلي سيف عن الإجازة الأسبوعية، شاركنا برأيك عزيزي المستمع، كيف تستقبل إجازتك الأسبوعية؟ هل تحمل إليها أعباء الأسبوع أم تجدد بها نشاطك وحيويتك؟ ونستقبل أول اتصال ونقول مساء الخير. ما في؟ إذا إن شاء الله تعالى إحنا مستمرين، وإن شاء الله تعالى دائما نقول مع الإجازة الأسبوعية موضوعنا اليوم دائما يكون كسر للروتين والنمط اليومي الذي قد يدفع البعض إلى أن يعيش كذا بآلية متعبة وأيضا متعبة للنفس ومرهقة للجسد. فرصة حقيقية بأمانة لتجديد النشاط واستقبال أسبوع جديد بروح أكثر حيوية وجدية. أعتقد الاتصال وصل يا غادة. الاتصال وصل ونستقبله ونقول مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا هلا. مساء الخير. طيب خير. الحمد لله طيبين. الحمد لله رب العالمين. حياك الواد قيصر. أبو قيصر. محاكم طيبين. الحمد لله طيبين. محاكم. الحمد. أنت حكى عنكم حكاية وهذا تولف عنكم. حد يقول أنت حكى عنكم حكاية. تشريف طال عمرك العام أبو قيصر، حياك الله، سواء كانت حكاية حكاوي سوالف أيا كان المسمى، المهم حضورك معنا في البرنامج وهذا أهم شيء. أقول لك المخرج راح سيف الجرداني اليوم فقط لمهمة عمل وراح يرجع إن شاء الله تعلم الأسبوع القادم. موجود اليوم معنا سلطان المعمري وكذا يبتسم للعم أبو قيصر كأنه يوجه لك تحية. ولا عبد الله ما يجيته عبد الله محمد، طبعا هو منشغل بالدراسة لكن إن شاء الله تعالى بين فترة وأخرى راح يكون حاضر معنا. الأخ سعد الشندوز إنه ما نسمه. تحياتي الشايب محمد يطفل. بارك الله فيك يا عم أبو قيصر، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا شكرا عم أبو قيصر. ألو. يعني إحنا سعيدين حقيقة بتواصل العم أبو قيصر بشكل كذا يومي وإضافاته الجميلة، ونستقبل مكالمة ثانية ونقول مساء الخير. مساء النور والسرور. من معانا؟ كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله طيبين. معاكم يوسف بن علي رديني. من وين تكلمنا يوسف؟ والله حاليا أنا أكلمكم من المصنعة. نعم، كيف الأجواء معكم في المصنعة؟ أنا حاليا في الشارع راجع البلد يعني. دروب السلامة يا رب. ولأنا أساس من الخابورة يعني. نتمنى لك دروب السلام، وكذا خبرنا وش مخطط لهذه الإجازة، وين بتقضيها؟ والله شوف أختي، بالنسبة للإجازة يعني إذا استجد جديد إن نروح رحلة ونروح مكان بنروح، وما استجد جديد نعم يعني بكون في البلد، والشخص يعني يحاول أيام فترة الإجازة يجدد نشاطه، أول صباح نعمل لنا رياضة شوية كذا. نعم صحيح. فدائما الإنسان يعني يبحث عن الجديد يعني. نعم شكرا لك يوسف، شكرا على مشاركتك. مشكورين مشكورين حياتي. شكرا، يعطيك العافية. إذن كان هذا يوسف، ونحن إن شاء الله تعالى نستمرين أيضا معكم أحبتنا المستمعين. اليوم الإجازة كذا أكيد يعني أنا متأكد أن البعض خلنا نقول أو خلنا نقول الكثيرين كذا مخططين للإجازة، بيروح أماكن سياحية، والسلطنة يعني تزخر بالكثير من المواقع والأماكن السياحية حقيقة التراثية والتاريخية والطبيعية بشكل عام. فأنا خاطري اليوم أعرف وين مخططين تروحوا في هذه الإجازة، أو خلنا نقول إيش أيضا تحابين تسويوا في هذه الإجازة. كل هذا وغيره نتعرف طبعا من خلالكم. نستقبل ايضا مكالمه اخرى، نقول السلام عليكم، مساء الخير. مساك الله بالخير اخ سيف، كيف حالك؟ بالنور والسرور، حياك الله الواد حمد، كيف امورك؟ كيف حالك؟ بخير والله. بخير ونعم الحمد لله رب العالمين، ما شاكين باس. يا مرحبا بك الواد حمد. الله يحييك، بس يعني الحمد لله تحت الهواء. نعم
دائما انتو دائما ما تجيبوا الا حاجه طيبه طال عمرك. الله يسعد ايامك يا رب العالمين واجبنا كل ما يرضيكم. يعني انتم في الاذاعه انتم فاتحين الاذاعه تسلم. وباشين في تسلم الاذاعه على راسنا والله الواد حمد تسلم ودوم وهذا واجبنا كل ما ينال ذائقه طبعا المستمع احنا حاضرين فيه. تحت الهواء كنت اتكلم عنك تحت الهواء كنا نتكلم نتحدث عنك الواد حمد. بامانه سعيدين دائما بمشاركاتك الدائمه معنا في البرنامج يعني باتصالاتك بشكل يومي. جزاكم الله خير. اول شيء ابلغ لسلامي جميع الطاقم الذي في الاذاعه. سلامك واصل طال عمرك. وعندي هذا يعني الواحد حق الاجازه. ايوه يوم يعني الجمعه هذه يعني الواحد يطلع للزياره لاخوه. أيوة. ولجميع يعني الذي من واحد صديق عنده يروح يسلم عليه. صحيح صدره طال عمرك. اكيد اكيد. شكرا شكرا لك الواد حمد بارك الله فيك. جزاكم الله خير واحسنتم. احسنت وجزاكم الله يرحم والديكم. امين يا رب العالمين. شكرا شكرا للواد حمد. يعني ذكر نقطه جدا مهمه يا غاده. يعني خلينا نقول فرصة يعني ثمينة لكسب أوقات كل الإجازة كل لحظاتها في صلة الرحم وزيارة الأصحاب وقضاء أيضا كذا جمعة حميمية تسودها الألفة ويعمها الفرح. صحيح؟ وأيضا مثل ما ذكر يوسف يعني يقول أنا الحين رايح في الطريق بس ما مخطط لشيء معين. ممكن أنه من أوصل البيت كذا فجأة نخطط ونطلع طلع يعني ما شو اسمه. وهذه من الطلعات الجميلة يعني اللي تحصل في إجازة. نعم. ونستقبل مكالمة ونقول السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. طيبين أخبارك؟ الله يسلمك. كيف حالكم؟ كلكم بخير طاقم الإذاعة كلهم موجودين ويسلموا عليك وكلهم بخير الحمد لله. الله يسلمكم بالخير إن شاء الله. موضوع كل يوم زين يعني بخصوص الإجازة هذه يتمتع فيها عند أولاده ويريح وزيارة الأصدقاء والأخوة. نعم صحيح. إيه نعم. من معانا؟ عندش خميس برواش بن علي الهنائي. خميس الهنائي. اي نعم من قرية الخوض. من الخوض. خبرنا خميس وش مخطط في الإجازة؟ والله أنا ما مخطط. إنسان كبير معاق. نعم يعطيك العافية. اي نعم يعطيك ألف عافية وشكرا لك على التواصل. سلام على الأخ حمد براي حمد العلوي وعبد الله عبد الله ما أمسى عبد الله المشرفي. عبد الله المشرفي الشرقية وكلهم عبد الله المشرفي وحمد العلوي كلهم يعني اعتقد ابو الفضل وابو الفضل ايضا طبعا كلهم يستمعون اليك الحين. العم لهم كل التحية. نعم بارك الله فيك. شكرا لوجودك معانا وان شاء الله تعالى اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك وعطيتكم مشكور جزاكم الله خير. شكرا لك بالتوفيق. شكرا شكرا العام خميس ملاك ان شاء الله تعالى كذا يعني طولة العمر وايضا الصحة والعافية رب العالمين دائما وابدا. احنا مستمرين مستمعينا الاحبة. مجموعة من الرسائل ايضا وصلتنا ومجموعة ايضا في الاتصالات الحين في الكنترول. المخرج يقول ها كيف ناخذ اتصال ولا زحمة في الاتصالات. ما علينا ناخذ الاتصال ناخذ الاتصال نشوف الاتصال. نقول مساء الإجازة مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك سيف؟ الحمد لله بخير ونعمه. كيف امورك انت؟ الحمد لله. معك ابو فيصل قباب الفهندلي. حياك يا ابو فيصل. كيف الامور كيف الصحه؟ طمنا وبشرنا عنك. الحمد لله الامور طيبه من زمان نسمع هذا. تسلم طيب. على راسنا والله يا ابو فيصل والله سعيدين. واليوم خاصه الاجازه ما اعرف وين مخطط تروح يا ابو فيصل. والله ابو فيصل مداوم معاك ليله حد القادم. ما سمعتك يا ابو فيصل. عندي انا دوام. عندك دوام الحين؟ عندك دوام الحين انت في الدوام؟ اليوم نعم في الدوام. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله جهودكم ان شاء الله تعالى. بس ابو فيصل كذا بشكل عام في الاجازه انت شو تسوي بالضبط؟ كيف تقضي اجازتك بالضبط؟ انا عندي مسوي يعني برنامج في الاجازه. حلو حلو برنامج. ها ايوه برنامج. اها يعني اول يوم للتبضع والتسوق للبيت. جميل. ومن ثاني يوم لزياره الاهل والاقارب والجماعه ولا اي حاجه عندي يعني اقضيها. اها حلو. وهذا دائما يكون بشكل اسبوعي يا ابو فيصل؟ ايوه لان انا داوم اسبوع اطلع اسبوع. ما شاء الله جميل جدا. شكرا لك يا ابو فيصل بارك الله فيك. مشكور يا سيف. احسنت احسنت. شكرا لك. شكرا. احسنت بارك الله فيك. شكرا ابو فيصل. شكرا. إذا مستمرين أعزائي المستمعين معاكم حتى ثانية بمشيئة الله تعالى. موضوع اليوم عن الإجازة الأسبوعية بما أن اليوم آخر يوم في الأسبوع. ناخذ فاصل وراجعكم.
سلام. اختي بعد قالت تبي تروح المول، تبي لها ثياب، تبي تجيب العاب. ايه اصرف يا بابا. تبي قلم ومسطرة، دفاتر تبي مسطرة. الله 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 الله، هذه مو مدرسة ابتدائية، هذا كلية الهندسة. إذن احنا مستمرين معكم مستمعينا الاحبه في برنامج سولف معانا، فرصه حقيقيه لإجازة بيمانة للاسترخاء واستعاده وجه الحياه من جديد بنظارته وصفائه. ومستمرين معكم مستمعينا، وفي مجموعه من الرسائل وصلتنا رساله تقول الاجازه فرصه نقدر نشتري سمك بدل ما ناخذه من التجار باغلى الاثمان. كل التحيه لك، والرقم بس هو اسمه مو موجود، ما ذكر اسمه، لربما هو فرصه صحيحه انه يوم الاجازه الواحد يروح نفسه يشتري، يروح البحر يشتري السمك في سوق السمك طبعا، وبنفسه بدل لا يشتريها من بعض المحلات اللي تبيع السمك. نعم، وفي رساله اخرى من يوسف الهنائي يقول فيها بحمد من الله متوجهين لمنطقة الظليلة التابعة لولاية الخابورة للمبيت وقضاء يومين للاستمتاع بالطبيعة. تحيتي الخاصة لأبو أسعد وأبو حميد وجميع جروب أبو أسعد. أم حمزة الصوافية مستمعين تقول يا مساء الخير وهبات النسيم، ويا مساء النور ونقول السلام، السعادة رزق والمعطي كريم، أسعد الله قلب من رد السلام. شكرا لك يا أم حمزة الصوافية. هي تواصل أيضا بعد هذه الأبيات الجميلة تقول مساء الورد لطاقم العمل، إجازتي الأسبوعية لا أحمل فيها أعباء الشغل وهم العمل وضغوطاته، بالعكس أذهب للإجازة للراحة النفسية ولتجديد الحالة مثل الفرمتة، بين قوسين سوت هي قائلة. فما مضى من الأسبوع مضى، وتهيأ نفسيا لأسبوع جديد بهمة ونشاط. شكرا شكرا من أعماق أم حمزة الصوافية على هذه المشاركة وعلى الأبيات الجميلة اللي طبعا شاركتينا فيها. وفعلا هاليومين الأجواء جميلة يعني، وقبل شوي أنا أسمع نشرة الأخبار الواحدة نشرة الأخبار وذكروا أنه يعني متوقع في منخفض بمشيئة الله تعالى مجوي، وهذه من الأشياء يعني الأجواء دائما جميلة يعني تشجعك أنك تطلع رحلة مع العائلة وتقضي أوقات جميلة. خليل الزجالي أبو حنين يقول إجازة الأسبوع أقضيها مع أطفالي وأهلي وبعيد عن ضغوطات العمل. تحياتي خليل الزجالي أبو حنين. شكرا لك يا أبو حنين وشكرا لتواصلك معنا في برنامجنا. احنا طبعا مستمرين معاكم وراح ان شاء الله تعالى يكون ايضا معنا يعني كم هائل ايضا من رسائل وصلتنا، راح نحاول قدر الامكان تباعا نقرا هذه الرساله، ولكن بلا شك ايضا نسعد 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 تماما بالاستماع الى اصواتكم الجميله ومداخلاتكم واضافتكم المثريه لنستفيد احنا انا وغاده وايضا كل المستمعين اللي يستمعون الى اثير اذاعه سلطنه عمان. ناخذ الاتصال يا غاده. ناخذ الاتصال ونقول السلام عليكم. مساء الخير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير غادة. مساء النور، من معنا؟
عساك بخير. الحمد لله طيبين، اخبارك؟ نمسي عليك ونمسي على الاخ سيف الفوري بالنور والسرور، المخرج المتميز سلطان المعمري. يا مرحبا، يا مرحبا بك بالنور والسرور العم عبد الله. عبد الله بن ناصر مشرفي. مساء النور عبد الله. الله يمسيك بالخير والنور والسرور، واحنا سعيدين بهذا البرنامج وبرامجكم الذي هادفه ومميزه في كل يوم متحققه. نعم، واحنا سعيدين ايضا بتواصل الهنائي الذي نساق بيدي وذكرها الاخ سيف، جزاك الله خير. هو لربما جل من لا يسهو العم عبد الله، يعني لا تاخذ بخاطرك عليه، هو من شده انه يعني ذكر بعض الاسماء. فعموما احنا موضوعنا اليوم عن الاجازه الاسبوعيه، كيف تقضيها بشكل عام العم عبد الله؟ الاجازه الاسبوعيه طال عمرك يعني مثل ما قالوا اخواني، صحيح للاستمتاع وللراحه جسم البدني، وايضا انا جاني اتصال من بنتي العزيزه عندها حول ابنها يوم الجمعه بكره. نعم. فان شاء الله متمنين لهذا نصر بن بدر الفلاحي، وهو بنت صفيه بنت عبد الله بن ناصر مشرفيه، لهم كل التحيه. حول ان شاء الله متميز، وكل عام وهو يحتفل تحت امه واهله، وان شاء الله يعيش حياه سعيده. لهم كل التحيه وكل عام وهو بخير. وتحيه للاستاذ سالم الجعبري الذي الحين يسوي الاتصال. شكرا لك العم عبد الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشكركم على هذا البرامج المتميزه. شكرا لك. إذن مستمرين معكم اعزائي المستمعين، وفي مكالمه اخرى يقول مخرجنا ناخذها. مساء الخير. مساء النور، كيف حالك اخبارك؟ الحمد لله طيب، اخبارك؟ كيف صحتي؟ بخير الحمد لله. الحمد لله كنا اطيب. من معنا؟ اخباركم؟ معك سعيد الغطري في سمائل. من سمائل، يا هلا باهل سمائل. كيف الاجواء معكم؟ والله الحمد لله طيب، الجو حر حر اليوم، حر حرام. يلا الحمد لله كله خير. الله خبرنا كذا عن اجازتك الاسبوعيه، كيف تقضي والله اجازتك الاسبوعيه؟ مخططين حروح لراس الحد. نعم، مخططين من الشهر الماضي نروح رحلة بكرة إن شاء الله، لكن عندنا أجلناها عشان خبرتونا في الإذاعة إنه الأحوال الجوية أمطار وهذا. نعم. هي وعندنا سوى كنسلناها الرحلة. لا لي. ولا كنا بكرة مغادرين إن شاء الله إلى رأس الحد نشوف، ما جانا رحنا هناك رأس الحد. نعم. هي وكنا. لا هو يمكن متوقع يعني، هذا والله أعلم. وصارت توقعات، لكن الإذاعة المسمى وتصريحات الإذاعة لازم يكون نسمع. نعم. توجيهات من الشرطة وتوجيهات منكم أنتو عشان يكون الحذر، واقب الحذر. نعم. صح لا؟ صحيح. أيوة. شكرا لك. ما أخبارنا الأخ سيف؟ الحمد لله طيبين. الحمد لله بخير ونعمة، سمعك الأخ سيف. يا أخي برامجكم جميلة حلوة. يعطيك العافية إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. شكرا لك الأخ سيف. شكرا. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. يعني لربما غادي أيضا ذكرنا بنقطة جدا مهمة، وأنا أيضا من هذا المنبر أشارك جميع إخواني الإعلاميين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأيضا في القنوات الخاصة بشكل عام الإعلامية الخاصة، إنه بضرورة أخذ الحيطة يعني والحذر بأمانة في عند والاستماع تماما إلى التوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة فيما يخص بالأجواء المناخية بشكل عام. يعني ما عليه يعني الاستمتاع والوناسة وغيرها مطلوبة لا سيما في أوقات الإجازة، لكن 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 ما على حساب أيضا المخاطرة والمغامرة، وأن أيضا نعرض حياة الأشخاص الآخرين للخطر سواء منهم رجال شرطة عمان السلطانية وغيرهم. لذا الاستمتاع بالإجازة مطلوب، ولكن مثل ما ذكر وأمانة من القلب، تحية للأخ سعيد الغطري طريفي على يعني حرصه الشديد. نعم. وانتباهه على هذه النقطة، وأنه ذكرنا فيها بما أنه في نشرة الأخبار قبل قليل ذكروا أنه من المتوقع أن تشهد السلطنة منخفض جوي. عموما احنا مستمرين معاكم ومستمتعين أيضا بسوالفنا في نهاية إجازة الأسبوع وبابتسامة عريضة، يا ليتكم موجودين تشوفوا بس ابتسامة مخرجنا، أكيد مستانس. ها بكرة إجازة يا سلطان، صحيح. يعطيك العافية، كل سلام عليكم، مساء الخير، مساء الإجازة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله بخير ونعمة، كيف أمورك أنت؟ طيبين. يا مرحبا وسهلين. مستانسين إن شاء الله، مستانسين. والله مستانسين بسماع صوتكم. حياك حياك. شي علوم، شي أخبار. ماشي طال عمرك البرد، شي علوم، شي أخبار. والله للخير والسعادة، الحمد لله رب العالمين. شكرا موصول للأخت غادة بعد. شكرا لك. حياكم الله. يا مرحبا بك، نعرفنا كذا، ذكرنا باسمك. ذكرنا باسمك.
معاكم راشد فارسي. يا مرحبا بك يا راشد، يا مرحبا بك وحياك الله في برنامجنا. سلم عليكم اليوم الاستانس معك. والله طيب. فيك الخير، فيك الخير، هالشيء يسعدنا يا راشد. بس ما اعرف خبرنا كذا الإجازة كيف تقضيها انت علشان ايضا المستمعين يستفيدوا منك. زيارة الاهل والاقارب. نعم. نستغل هذا الوقت هذا اليومين في اعمال منزليه. نعم نعم. ما في طلعات معينة؟ ما في رحلات؟ ها ما في مشاوي يا راشد؟ والله الرحلات يوم يكون راتب نازل. آه ما شاء الله. إذا الراتب آخر نهاية الشهر يكون رحلة كذا لازم نخطط رحلة يعني. آه ها عيل عاد راشد ما نوصيك ترى لازم تمر علينا ناخذ لفة معاك يعني. أكيد أكيد لا. يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا شكرا يا راشد، شكرا. أمشي زيارة شمجة يعني. والله يعطيها العافية إن شاء الله، يعطيها العافية إن شاء الله. تعالوا يعطي العافية للجميع. شكرا شكرا يا راشد. شكرا لك. بارك الله فيك، أحسنت. أيضا في مجموعة رسائل وصلتنا رسالة من ماجد الفوري يقول إجازة الأسبوع هي عيد الأبوين، يلتقون بأبنائهم بابنتهم الطبيبة وابنهم المهندس وحفيدهم الميكانيكي، يحكون حكاوي أسبوع جميل ولا ينسون بالإصغاء إلى بلم الشمل. هذه أيضا من الأشياء الجميلة أن دائما في نهاية الأسبوع الآباء ينتظروا أبنائهم بفارغ الصبر ويحكونهم وش صار في الأسبوع ويجلسوا جلسات جميلة معهم ويطلعوا أيضا. ويا حالات هالجماعات العائلية ها الأسرية كذا، لما الوالد الوالدة الأخوات الأخوات كلهم متجمعين على الصحن واحد كذا في البيت على الغداء العشاء ويسولفوا ويستمتعوا ويستانسوا، وأيضا حضور خلنا نقول العم والخال. نعم. وأبناء الخال وبشكل عام كامل كذا يتجمعوا، خاصة نعرف أنه معظم الأهالي في السلطنة تحديدا في مختلف قرى وولايات ومحافظات السلطنة يوم الجمعة تحديدا يوم الجمعة يوم مخصص للجميع يتجمعوا في فيها يستانسوا. نعم. مع حكاوي مع سوالف كذا مع مداعبات مع فكاهة وغيرها، وهذا الشيء الجميل بأمانة. صلة الأرحام أساسا الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلامي الحنيف أوصانا بهالشيء، ففرصة أيام الإجازة نستغل هذه الأرحام. نعم. في تجمع العائلات أيضا. وفي مكالمة ونقول مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، أخبارك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ شلخ؟ الحمد لله. من معنا؟ عيسى التميمي. عيسى التميمي، من وين تكلمنا عيسى؟ أكلمك من الغبرة. أهلا وسهلا عيسى، كيف تقضي إجازتك الأسبوعية؟ خبرنا. والله في زيارة الأهل أكثر شيء، روح عند الوالدة. نعم. كلنا مثلا ساكنة بعيد عنها في منطقة ثانية. نعم. نروح نزورهم يعني، نروح نسلم على، وأحيانا نقضيها في مثلا عزايم أو مثلا ملكة أو عرس. نعم. الأعراس الأفراح أكتشن قضية في الأفراح يعني. نعم، يعطيهم ألف عافية ولهم كل التحية. الله يبارك فيه. بس الأخ سيف موجود؟ إيه موجود طبعا، موجود في القلوب طال عمرك وموجود معك الحين أسمعك. الحمد لله، كيف أمورك؟ الحمد لله طيب. عساك مرتاح يا عيسى؟ الحمد لله الحمد لله. حياك يا عيسى، حياك الله. بس سيف عندي ملاحظة لو سمحت. تفضل طعمك. بس أنا أمر. بحث عنه هذا اسمه برنامج مال سول فعانة في اليوتيوب. أيوة. بس ما طلع عندي البرنامج يعني. بإمكانك شوف من خلال تويتر تحصل يعني، اكتب على ادخل في تويتر اكتب هاشتاج اللي هو الوسم سولف معانا. أيوة. وبإمكانك تحصل الحلقات كاملة يعني، الرابط موجود في إذاعة سلطنة عمان في التويتر مثلا. أيوة. على سبيل المثال او حتى في الانستغرام او غيره، او حتى على فكره يعني اتمنى انه تخلي رقمك عند الكنترول. أيوة. بحيث انه احنا بعطيك حتى الرابط، نرسل لك الرابط بعدين ان شاء الله ولا يهم. بس تمام علشان نسهل فقط العمليه، لان أيوة. المره الماضيه شرحت لك ولربما انك انت ما قدرت تتوصل. لا بحثت عن طريق صفحه الويب يعني، دخلت على أيوة. جوجل. اكتب سولف معانا. أيوة. برنامج سولف معانا ما طلع عن الهيئه وطلع عن في اليوتيوب موجود. بامكانك اذاعه سلطنه عمان في تويتر مثلا على سبيل المثال. أيوة. حصل مجموعة كامل من كل الحلقات موجودة في اليوتيوب. نعم. بارك الله فيك، شكرا يا عيسى، شكرا، يعطيك العافية. مشكور. بس خلي الخطي على سكر المكالمة ولا تفضل عندك خلاص خليك على المكالمة على الخط، خليك المخرج راح يكلمك إن شاء الله تعالى. شكرا لك، شكرا. هذا حبيبي أحب كلش، عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش. أحب كلش كلش أحبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. هذا حبيبي أحبه كلش، عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش. أحبه كلش كلش أحبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يروح.
روحي عذبت حالي تعاهد نسويا نقبل التالي ولا نخلي عذول بيننا يدش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهد نسويا نقبل التالي ولا نخلي عذول بيننا يدش وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش هذا حبيبي بحبي يدردش وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهد نسويا نضل للتالي ولا نخلي عدول بيننا يدش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي سولف معنا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى متواصلين معكم مستمعين الأحبة الإجازة الأسبوعية البعض يجعل أيامها أيام أنس وسعد وراحة والبعض الآخر يجعلها أيام عمل مضاعفة تؤجل إليها الأعمال الحياتية الشاقة والمتعبة عموما احنا مستمرين معاكم ومتواصلين ايضا في برنامج سولف معانا طبعا الحين تنضم معنا الأستاذة نيلاء بنت محمد البلوشية استشارية تربوية وأسرية وهي ايضا مدربة معتمدة في التنمية البشرية مساء الخير ومرحبا بك معنا أستاذة نيلاء مساء النور والعافية حياك الله معنا في برنامج سولف معانا وسعيدين بأمانة بوجودك معنا في هذه المساحة وفي هذه الوقفة من خلال برنامجنا اليوم موضوعنا وموضوع سالفتنا عن الإجازة الأسبوعية المستمع كيف يقضي هذه الإجازة كيف يخطط لها لو تخبرينا أيضا يعني بشكل عام الأهمية خلنا نقول في قضاء الأوقات في هذه الإجازة باستغلالها الاستغلال أمثل بداية أنا أيضا صراحة سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الموضوع موضوع جميل جدا خاصة أن نحن مقبلين على إجازة الأسبوعية يمكن اللي طلع خلاص الإجازة وبعضنا اللي بعد سويعات إن شاء الله بإذن الله تعالى بيكون بدأ إجازة الأسبوعية الإجازة طبعا الأسبوعية جدا مهمة تعتبر مثل ما نقول يعني الوقود اللي المفروض انه يتغذى منه الانسان ليعود مره اخرى ليكمل مسيرته سواء كانت في العمل او في الدراسه فبالتالي يعني نشبهها بالوقود يعني لدرجه اهميتها بالوقود طبعا يجي فيها عاد كل انسان وطريقه استغلاله لهذه الاجازه حلو جميل استاذ نيلاء زين طيب يعني خلينا نقول يعني وين الاهميه ايضا تكمن في انك والله لازم توضع جدول معين برنامج معين مخطط له مسبقا يعني والله انا ما اقول وين الاهميه تكمن ولكن نقول من المهم جدا
أن تضع تخطيط، لأنه دائما الإجازة هي يعني فترة، إحنا مثلا مفروض أنها تكون هي فترة الراحة، فترة قضاء بعض الأعمال. أحيانا يجد الإنسان نفسه نهاية الأسبوع عنده عدة أعمال ما عارف من وين يبدأ، فيجلس متخبط ويفكر كثير لدرجة التفكير يصل إلى مرحلة من القلق. أنا بدل أصل لهذا النوع من المرحلة، وفي الأخير يمكن هو في باله يعني مثل ما نقول 10 أعمال يمكن ما ينجز 3. هذا ليه؟ سوء التخطيط. هنا تكمن أهمية التخطيط. فأنا أقول مش فقط إنه والله من الأهمية، بل من الإلزامي والمهم جدا لكل إنسان عاقل أن يخطط لهذا الإجازة. صحيح. إذا ما كنت والله على دراية كافية كيف أخطط؟ اتدرب شيء بسيط جدا. اليوم بديت قررت من هالأسبوع أبدأ أتدرب، والله أنا بتغير من هذا الأسبوع بإذن الله تعالى إني أنا راح أخطط. صحيح. لإجازتي. نعم. بالكامل. طبعا أنا لما أقول تخطيط معناته ماذا؟ معناته إنجاز أكبر قدر من الأعمال المتنوعة في هذه الإجازة. وهذا اللي أحب أن أسألك أيضا فيه الأستاذة نايلة، يعني لو تخبرين. نعم. أيضا، وما أن الحين المستمعين يستمعون إلينا، يعني لو تخبرهم في خطوات معينة، وسائل معينة يقضوا فيها أوقاتهم في الإجازة تنصح فيها أنت شخصيا؟ نعم نعم. كثير هناك في أشياء نحن المفروض أن نقضيها في الإجازة. نعم. طبعا الإجازة أنا ضد أنه أنا والله أشيل كومة كبيرة من أعمالي وأقول والله أنا راح أنجزها في الإجازة. أجل كثير من مشاريعي، كثير من واجباتي الدراسية إلى الإجازة، أنا ضد هذا الشيء. التخطيط المفروض يكون عندي تخطيط شامل لكل الأسبوع ثم الإجازة. فطبعا إيش يعني التخطيط؟ التخطيط معناته أنه أنا ما يعني أرجح كفة جانب على جانب آخر. يعني الإجازة لابد فيها قضاء وقت من الراحة. نعم. لابد قضاء وقت لنفسي أنا، سواء كنت أم عاملة والله زوجة ويعني ابنة دارسة، أب زوج. يعني لابد أن تخصص وقت لنفسك أيضا. نعم. أيضا لابد أن أعطي مساحة الاجتماعية، علاقات الاجتماعية. صحيح. الترفيه، العلاقة الدينية مع الله سبحانه وتعالى. إذن إحنا ما نبي كفة ترجح على كفة، يعني أبي أنا أوازن بالجميع. فهذه لابد من التخطيط. هنا تيجي مراحل التخطيط. مراحل التخطيط بسيطة جدا باختصار، لأن نحن موضوعنا الإجازة، فحلو أن ندخل التخطيط. أول شيء للتخطيط، أنا أسرد أعمالي. أعمل عصف ذهني لنفسك، شيء بسيط جدا، ورقة وقلم. لا تقولي والله موجودة في ذهني. موجودة في ذهنك معناته بتتذكر شيء. صحيح. وراح تنسى شيء. صحيح. إذا لابد من نعم. وهذه الأخطاء دائما إحنا نقع فيها، يعني من زود الثقة. إحنا وايد يعني عندي ثقة كبيرة إنه أنا والله موجودة كلها في ذهني. موجودة. أنا واحدة من الناس اللي أعتمد اعتماد كبير جدا على الورقة والقلم، أو الآن وسائل التكنولوجيا، تليفوني بيدي، عندي يا أخي برنامج، نزل أعمالك. صحيح. على برنامج. نعم. شو المشكلة؟ صحيح. أعمل عصف ذهني. بالعكس، أنت يمكن تتذكر أشياء كنت من زمان نفسك تنجزها ومأخرنها، لكن متى تتذكرها؟ تتذكرها يوم السبت من بعد الساعة 5. أنا أتكلم عن تجارب شخصية وتجارب، نحن موجودين كلنا في مجتمع واحد، نتميز كلنا بجميع الصفات. يا الله، عاد نتذكر آخر اللحظات أنجز إيش وأخلي إيش. لكن أنا لما جيت وعملته والله نزلت كل الأعمال اللي أنا أبيها، سواء كانت في هاتفي سواء كانت على ورقة. طيب الآن إنك نزلت هالأعمال، اعمل لها عملية تبويب، شيء بسيط. إيش يعني تبويب؟ يعني حصر. هذه الأعمال تندرج تحت والله العلاقات الاجتماعية، العلاقة هذه تبع العمل، هذه والله تنمية بشرية لنفسي، أنا أريد أقرأ كتاب، أريد أرتاح، شيء شخصي خاص فيني. صحيح. رياضي وصحة وبدن. أحصرها. نعم. بعدين شوف مين الأولويات. شكراً. عندي. نعم. أولويات. نعم. لابد من تنفيذها. نعم. لازم أقدمها. تفضلي. نعم. نعم. في عجالة كذا أستاذة نيلاء البلوشية رسالة حابة توجهها لكل المستمعين. والله مع التخطيط أنا أقولكم بتنجز وبتستمتع استمتاع كبير جدا. نعم. بإجازتك، وراح يعني يمكن تعمل أشياء أنت ما كنت متوقع أنك تنجزها في هذه الإجازة. نعم. ولا تنسوا أنفسكم، لأنفسكم حق. صحيح. لازم تبدوها، لأنه إذا لم تأخذ قسط من الراحة النفسية. نعم. والجسدية والصحية. نعم. ما راح تبقى بداية أسبوع جديد كلك. نعم. تفاؤل. نعم. ويعني قوة ونشاط بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا شكرا, شكرا على كلامك الجميل جدا بأمانة أستاذنا إلى، بارك الله فيك، وشكرا أيضا لحضورك ووجودك اليوم في برنامجنا.
الله يسلمك. شكرا. إذن شكرا للأستاذة نيلاء بنت محمد البلوشية، استشارية تربوية أسرية ومدربة معتمدة أيضا في التنمية البشرية. ذكرتنا لمقطة جدا جدا مهمة، وهي يعني أكدت عليه وبقوة وبشدة، موضوع التخطيط يا جماعة الخير. ترى الواحد دائما يتشكى ويتذمر أنه والله الإجازة مضت بسرعة، يعني كلمح البصر على طول روحة الإجازة. صدقني لو أنك مخطط لإجازتك وواضع جدول معين وبرنامج معين ماشي عليه، صدقني ما راح تحس أنه والله هذه الإجازة مرت بسرعة وبسهولة. وذكرت نقطة أخرى بعد أستاذة نيلاء، اللي هي أن إحنا يعطونا أعمال في الأسبوع مثلا، إحنا نخليها لنهاية الأسبوع، قال لا يعني ما بنبدأ فيها إلا في إجازة الأسبوعية. فهذا الشيء دائما يعني يخلي جدولنا يكون منضغط وما يعني ما نرتاح نفسيا. هذه المشكلة أيضا يعني الأعباء نقول، والأعمال الشاقة والأعمال الجادة وغيرها دائما أجلها إلى نهاية الأسبوع. اليومين اللي بدل لا نخليه مرحلة استراحة ووقت راحة واسترخاء، لا العكس، يكون عندنا أكثر أعمال شاقة نبذلها في هذه اليومين. عموما مستمرين، وأكيد هناك أيضا مجموعة من الاتصالات، الرسائل أيضا نقرأ الرسائل يا سلطان وبعدها ننتقل للاتصالات. نقرأ الرسائل. رسالة من سالم ربيع محمد الجامودي يقول: تنوف الخضراء والعروبة، يا ريت من إذاعة سلطنة عمان تبلغ سلامي وحبي وعشقي لشعب فلسطين الشقيق، وحفظ الله فلسطين وأهلها ويسعد الله مساءكم بألف خير يا شعب عمان الغالي، وإجازة سعيدة. تسلم ودوم، بارك الله فيك على راسنا والله، ودائما فلسطين الحبيبة في القلوب، جميع شعوب ودول الوطن العربي والإسلامي في قلوبنا، ودائما نحن ننتمي لهذا الوطن الغالي طبعا. وإن شاء الله تعالى دائما السعادة والأنس والأمن والأمان يعم كافة الدول العربية والإسلامية بمشيئة الله تعالى. أيضا رسالة من أبو إسحاق الجابري: مساء الخير، إجازة الأسبوع تقضيها مع الأهل والأولاد مع بعض في المزرعة والمنزل ونكون مرتاحين، أخوكم أبو إسحاق. شكرا لك يا أبو إسحاق، وفعلا هذه من الأشياء الجميلة جمعة الأهل. في رسالة أيضا من أبو أنس العمري يقول: سافروا في ليلة الجمعة، ما دروا لمتى الرجعة، خلوا قلبي كما الشمعة، تحياتي لكم أبو أنس العمري. شكرا لك يا أبو أنس. إذن في الإجازة الأسبوعية تتولد في النفس الحافزية لمواصلة الحياة العملية والخاصة بشكل طبيعي، فلا يمكن لأحد أن يعيش ويستمر في حالة عطاء دائم إلا إذا أخذ بين فترة وأخرى هدنة استراحة مع النفس والحياة. في رسالة من نبض الأمل اللي دائما اعتادت أنها تشاركنا في برنامجنا اليومي: عطلة الأسبوع أشبه باستراحة المحارب وإعادة شحن لدى الموظفين، وحفل مصغر للطلبة يجدون فيه سويعات لكسر روتين ملزم لأيام عدة. شكرا لك يا نبض الأمل. ونقول السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا وسهلين، عادل الكاسبي صحيح؟ نعم. يا مرحبا بك عادل، كيف أمورك؟ طمنا وبشرنا عنك. الله يبارك. كيف الأوضاع معك؟ كل الأمور طيبة والحمد لله وتحت السيطرة إن شاء الله. الحمد لله، عسى دوم يا رب العالمين. بكرة إجازة وبعد بكرة إجازة، ما أعرف عادل وين بيروح شو بيسوي يا ترى، زين يخبرنا. والله أنا إجازتي يمكن تكون شوية في الوقت الحالي مختلفة وما أريد أتطرق إليها، لكن أريد ألفت الانتباه. نعم تفضل. إلى 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 الشباب، كوني الآن أنا أعمل يعني مش دراسة ولكن استفتاءات كثيرة على موضوع شبابنا في المجتمع العماني. نعم. هناك يمكن بعض المفاهيم المغلوطة أو المفاهيم اللي يعني ما وضحت لدينا، إنه الإجازة خلاص هي وقت الراحة ووقت إنه ما راح أعمل فيها شيء ووقت إني أترك كل الأعمال وبس اللي هي للزيارات يعني قصدك في عملية استغلال واستثمار هذه الأوقات صحيح؟ إحنا العصر اللي نعيشه الآن هو عصر علم وثقافة. نعم. وعصر تخصص، وإحنا الآن في السلطنة بدأت، أنا أذكر في دول الخليج تقريبا يعني في حتى يعني الكويت والإمارات والآن في عمان مراكز تدريب وتطوير للذات البشرية. أنا بس اللفتة اللي أريد أوصلها للشباب، ما أتكلم عن كبار السن. نعم ولا صغار السن، لكن للشباب. نعم. أنا أقول شباب مجتمعنا محتاج إلى تطوير ذاته. أيوه. وتطوير قدراته من خلال التدريب، اكتساب لغات، اكتساب معلومة جديدة. قصدك الحين إحنا نتكلم في موضوع اللي هو الإجازة الأسبوعية، قصدك استغلال واستثمار هذه الأوقات في عملية التطوير والتنمية الذاتية صحيح؟
جزء بسيط من وقتك في 24 ساعة حد يعني خصص لي سويعات بسيطة لتطوير ذاتك. بعد ذلك ستصل إلى مرحلة فعلا أنت قادر تخطط مش إجازتك لحياتك كلها. صحيح. الله الله عليك يا أستاذ عادل. شكرا شكرا من الأعماق على تواصلك على إضافاتك هذه الجميلة بأمانة. الله يبارك. بارك شكرا لك. شكرا شكرا أستاذ عادل. يعني كلام جميل بأمانة ذكره الأستاذ عادل. ضرورة أنه نستغل أوقاتنا، نستثمر كل لحظة من لحظات حياتنا مش بشكل عشوائي. إحنا اليوم لما نستغل فقط أوقات إجازتنا ونخطط لها، نوضع برامج، إذن إحنا قادرين على إدارة الوقت، إذن إحنا قادرين على إدارة أنه كل الأوقات الجميلة والسعيدة قادرين نقلبها إلى أنفسنا. والله ناس كثيرين يتذمروا عايشين في هم وفي غم وفي كدر، 24 ساعة في البيت، خلنا نقول بيتوتين جالسين في البيت، وفي النهاية لما قولوا مالك مضى كذا، قول يا أخي بس كذا يا أخي الدنيا كدرونا. يا أخي طلع أنا رفع عن نفسك، شوف الدنيا، شوف جمال الطبيعة. لو تسألوا أقرب الأماكن الموجودة السياحية في بلاده يقول والله أنا ما أعرفه، أعطيني معلومات أنا ما أعرف، وصلت أنا ما شاء الله تبارك الرحمن، والجهود كل الجهات المختلفة والمؤسسات سواء وزارة السياحة وغيرها تبذل جهود كبرى جدا جدا في عملية الارتقاء بالمجال السياحي في السلطنة. ليش؟ علشان عارفين الأهمية الكبيرة مش فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا من الناحية النفسية لأفراد المجتمع. عندما والله أنت تطلع حديقة والخضار الجميل الموجود، الوسائل الترفيه لأطفالك وأبنائك، هذا أشياء وحدها بنفس ذاتها راحة نفسية تنبعث وتنغرس وتنزرع تلقائيا بشكل طبيعي دون إرادي كذا في النفس. عموما نحن نصيحة بأمانة ونوجهها من خلال برنامجنا، يا جماعة الخير استغلوا واستثمروا أوقاتكم، إجازتكم زين هالمرة وانت رايح البلاد. أنا كنت من الناس المتعودين جالسين في البيت، سوي مفاجأة لأول مرة، خلك يا أولادي خلكم جاهزين اليوم ترى أنا بنطلع. خلي الأولاد يفرحوا شوية، استانسوا، هاي ينبهروا إنه والله اليوم شيء جديد أضاف لنا. الوالد يريد يطلعنا رحلة، يتغير نفسيتهم بعد. تغير نفسيتهم وهم وتغير نفسيتك أنت، لأنك أنت بتحس بالرضا عن نفسك لما تشوف أبنائك مرتسمة السعادة على قلوبهم. صحيح غادة؟ صحيح أكيد، مثل ما ذكرت سيف يعني دائما نستغل الإجازة في نستغل أوقاتها يعني في زيارة الأرحام، في تجمع العائلة، أيضا مثل ما ذكرت في الرحلات يعني حلو نطلع كذا رحلة عائلية وجمعة. وصلنا يعني لنهاية يمكن دقائق الأخيرة، قبل لا نوصل إلى الختام أيضا يعني حلوة كذا ترى تكوين ذكرياتنا. أذكر بأمانة مجموعة من الصور التقطناها مع الأخوان مع الأصدقاء أيضا في عملية هذه الرحلات، وكيف كل هذه الرحلات كنا نقضيها في أياما أساسا في أيام الإجازة الأسبوعية. ذكريات جميلة وتبقى الذكريات لنا شموعا تنير القلب لو ضاع الدليل. استمتعوا، استانسوا، كونوا سعيدين، ارموا البحر الهم والغم والكدر في بحر لا رجعة منه أبدا. ويا رب العالمين دائما كذا ادعوا ربكم ارفعوا ايديكم في كل صباح. يعني بأمانة اطلع وقول بأعلى صوتك أنا سعيد كذا، أنا سعيد. لازم تقربها غادة وستشعر بأنك سعيد حقا. إذن وصلنا أعزائي المستمعين إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة، والكل من متوجه إلى منازله الحين نتمنى له دروب السلامة يا رب. نذكركم كذا بطاقم العمل إيمان الحسنية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، أيضا التحية لمصمم البوسترات عبد الحميد السليماني، وكل التحية للمخرج المتألق سلطان المعمري، أيضا مساعد المخرج مروان السعيدي. طبعا مثل ما ذكرت غادة احنا وصلنا الى الختام مستمعين الاحبة، وبما ان مجموعة كبيرة منكم الحين متوجهين الى البلد نتمنى لكم دروب السلامة والسعادة والسهالة. ما نوصيكم على قواعد الامور بالتأني علشان توصلوا الى اطفالكم الى ابنائكم الى اهاليكم الى اسركم بصحة وعافية وسلامة يا رب العالمين. لأجل عمان اربط حزام الامان واترك مسافة امان، وايضا نتمنى ان شاء الله تعالى ان تكون الاجازة هالمرة تكون سعيدة ومغيره. ترى بنسالكم يوم الاحد شو سويتوا في اجازتكم، شو خططتوا، وين رحتوا، وين جيتوا. عموما نصل بكم الى الختام، شكرا للجميع، وتحيه ايضا لمخرجنا سلطان المعمري والمخرج الاخر اللي افتقدناه بامانه اليوم اللي هو سيف الجرداني، نتمنى له ايضا دروب السلامه في مهمه عمله. دمتم بخير مستمعينا الاحبة، ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعه نحو ذرى المجد والعزه. الى الملتقى. شلون قلبي كبير عشان
عاشق كثير ما لخير الشوق هواك احتاج لا تنفس انا عاشق هواك شوق قلبي كبير عاشق كثير ما لخير الشوق هواك احتاج لا تنفس انا عاشق حبك